بمدينة سلا أسدل الستار على مشروع هاند فام أونتيج الذي تم إطلاقه من أجل التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية إعاقة ولأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بغية تعزيز ولوجهن إلى ريادة الأعمال وفرص الشغل بهدف ضمان دخل قار. كانت نتائج اللي هي جد جد مرضية، لأننا اشتغلنا على واحد الفئة اللي هي هشة ولكن في نفس الوقت عندها قدرات، دونك حنا اعتمدنا على هذيك القدرات ديالها باش قدرنا نطوروها ونوظفوها باش هي يعني هاد المرأة اللي هي في وضعية إعاقة أو النساء أمهات الأطفال في وضعية إعاقة يقدروا يكون عندهم واحد الدخل قار، سواء عبر التشغيل الذاتي أو لا التشغيل المأجور. الجمعية دعمتنا في التكوين ديالها، خديت المشروع ديالي ماديا ومعنويا، مشروع ديال الحلويات، وبفضلها الحمد لله أنا وقفت المشروع ديالي وغادا الحمد لله في المسيرة ديالي. وشهد حفل اختتام المشروع حضور خبراء دوليين فضلا عن ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتبادل التجارب ووجهات النظر حول دمج الأشخاص في وضعية إعاقة.